وبالعودة إلى الضربات الأمريكية لأهداف إيرانية في سوريا، ينضم إلينا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. تصعيد كبير بمقتل متعاقد أمريكي في سوريا وإصابة 5 أيضا، ماذا في تفاصيل هذا الخبر والرد الأمريكي أيضا عليه؟ نعم، حقيقة الأمر صباح الخير. نبدأ من الرد الأمريكي. في حتى اللحظة هناك 8 قتلى من الميليشيات الموالة لإيران، 6 منهم داخل مدينة دير الزور بقصف مستودع للذخيرة دمر بشكل كامل، واثنان في قصف بادية الميادين، أيضا أحد القواعد أو حتى وجود لميليشيات إيران في بادية الميادين، وهناك أيضا انفجارات وقعت في ريف البوكمال، لأن كان قصف على عدة جبهات، وقبل قليل كان هناك طائرات مسيرة تحلق في سماء المنطقة التي يتواجد فيها الإيرانيين في منطقة البوكمال. أيضا دعنا نقول بالنسبة للقتل الأمريكيين، الأمريكيين قالوا الحسكة، والمنطقة الوحيدة التي سمعت فيها أصوات انفجارات كانت منطقة رميلان. الأمريكيين لم يقولوا رميلان أو غير رميلان في الحسكة، ولكن الواقع بأن منطقة رميلان هي الوحيدة التي سمع فيها انفجارات وتتواجد فيها قاعدة أمريكية. كيف وصلت المسيرات الميليشيات إيران إلى تلك المنطقة بهذه السهولة دون أن تعترضها القوات الأمريكية؟ إذا ما انطلقت من دير الزور كيف وصلت إلى ريف الحسكة الشمالي الشرقي؟ وإذا ما دخلت من داخل الأراضي العراقية، فهذا يدل بأن إيران تستخدم يعني كامل الجبهة في تلك المنطقة. ولكن دعنا نقول بأن هناك يعني واضح بأن التصعيد الأمريكي كان واضحا خلال الأيام الفائتة من خلال تحليق المسيرات الأمريكية وتحليق طائرات في سماء المناطق التي تسيطر عليها إيران وميليشياتها في مناطق غرب الفرات، وتحدثنا عن انفجارات كمال أمس الأول، لأن هناك كان تصعيد أمريكي أو محاولة حقيقة الأمر جر إيران لهذه الاشتباكات. قبل قليل أيضا انطلقت 3 صواريخ باتجاه مناطق شرق الفرات من ريف الميادين. تفضلي. البيان البنتاغون قال أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن قد أذن لقوات القيادة المركزية بشن هذه الضربات الجوية شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني. هل يعني ذلك بأن الرد الأمريكي يمكن أن نقول أنه انتهى، أم أنه سيكون مستمر في الأيام القادمة أيضا على مراكز للحرس الثوري داخل سوريا؟ من يعني الواضح بأنهم يعني يتكتمون على حتى الأمريكيين على استهداف مناطقهم، ولكن الرد الأمريكي سيكون مستمر، لأن قلتها على الحدث أكثر من مرة، أمريكا بدأت تجمع يعني بنك أهداف لتواجد القوات الإيرانية وليست إسرائيل في مناطق شرق الفرات أو شرق سوريا، وتجند عملاء لها سواء في البادية السورية عبر الإعلان لكل من يدي بمعلومات عن وجود صواريخ وطائرات مسيرة مكافأة مالية، وبذات الشيء في مناطق شرق سوريا أي مناطق غرب الفرات، أي أن أمريكا تريد استهداف القوات الإيرانية داخل الأراضي السورية. زريعة أو الواقع بأن استهداف رميلان أو غيرها أدى لمقتل وجرح عناصر من القوات الأمريكية، هذه زريعة كافية للأمريكيين كي يستهدفوا القوات الإيرانية. لماذا تصعد ميليشيا إيران ضد الأمريكيين في هذا الوقت بالذات؟ لا نعلم، خصوصا بعد يعني الحديث عن تقارب اقليمي. لذلك اقول بان هناك شيء غير واضح الان من هذا التصعيد، سواء كان من قبل التحالف الدولي او من قبل ايران اذا ما كان هناك تصعيد ايراني. بنك الاهداف الذي وضعته الولايات المتحده الامريكيه للاستهدافات القادمه، ما الذي يشمله اذا ما كان هناك معلومات حول ذلك؟ لا، بنك الاهداف هم يجمعونهم، وجندوا عملاء في مناطق غرب الفرات بشكل واضح، يقومون بتقديم معلومات لهم عن تواجد الايرانيين، عن الميليشيات الايرانيه الموجوده، مستودعات الذخيره، وايضا ذات الشيء في الباديه السوريه. وهذا الامر يعني كان من قبل الامريكيين ولم يكن من قبل الاسرائيليين، وكان واضحا وكان بشكل علني انه كل من يدي معلومات فليحصل على مكافاه ماليه، وهم بالفعل جندوا عملاء بشكل كبير جدا في مناطق غرب الفرات ومناطق البادية السورية.